بشينا البلدان كانوا قاعدين تلوجوا على القياديين اللي موجودين في افريقيا، تلوجوا عليهم. مشينا مالاوي، مشينا ناميبيا، مشينا زعما كل البلاد اللي ممكن لك تصور. لا سميني خلي العباد تعرف وين مشيت. إثيوبيا، موريتانيا، الجزائر، المغرب، نيجيريا، نيجير، مالي، السنغال، غامبيا، البلدان كلهم في افريقيا. الكل مشيتوا زرتوا البلدان كل واحد مسؤول على سيكتور، على سيكتور. وانتم لقيتوا فما دي ليدر دي فيتور ليدر في كل بلاد من البلدان الافريقيه. فما دي جون اللي عندهم روح القياده وروح تغيير المصير نتاع البلدان نتاعهم. نعم، وجمعناهم وجمعناهم بعضياتهم، وواحد كيتعلم من الاخر، واحد يتعلم من الاخر. وهذيك ملي كنجمعوهم هذيك هي فاش كيوليو قويين، لان كيديروا واحد الشبكه، وهذيك الشبكه هي اللي كتجعلهم يوصلوا لهذيك الطبقه الثانيه. لان الواحد بحديتو ما قادرش يعطي بزاف، ولكن ملي كتعطيه شي واحد اللي يساعد معاه عاد كيوصل. سو كيديروا فورماسيون تاع عامين. في هاد العامين كنعطيوهم باك انترناسيونال سميتها اي ليفل. اي كيفاش كيقرا مثلا هو يكون يقرا هنا سنه عامين اقل من البكالوريا، يمشي معاكم يقرا نيفو بكالوريا ولا يكمل البكالوريا نتاعو ويجيكم ولا كيفاش؟ كاين اللي كيجي على 15 عام وكيدخل معانا، وكاين في القسم ديالو. نعطيك مثال، اول عام اللي جاو جوج البنات من تونس، بنت وحده كانت عندها 15 عام، كانت حتى كملت كوليج من دبي، كملت الكوليج. وكانت بنت اخرى كانت خرجت هذاك العام ليسي بيلوت، كملت البكالوريا ليسي بيلوت سوسه. لا في اريانا، اريانا اريانا اي. وكانوا في نفس القسم عندنا حنايا، يقراوا عندكم نفس القسم. مش مهم مش نقرا، المهم شنو باش تقريو نتوما. وواحد كيستافد من الاخر، وحاجه زوينه. شنو تقريو، مات فيزيك وسيونس ولا تقريو ليدرشيب؟ كيقراو فيزيك وسيونس، وهذاك الشيء العادي هذه هي اللي كياخذوا الدبلوم عليها، الاي ليفل ديجري. هذه هي الاي ليفل معروفه في العالم كله، لان لجيت خديت الاي ليفل ما كتحتاجش تمشي لكلاس بريبا باش تقبل في احسن جامعات في العالم. تقبلتوا كتمشي نيشان، ولكن زايد على هذا الاي ليفل لابد يقراو الكوريكولم نتاعنا. الكوريكولم نتاعنا شنو هو؟ القياده، الانتربرونوريا، وواحد الحاجه سميتها افريكان ستاديز، المعنى كيقرا على ليستوار الحقيقي نتاع افريقيا. لان باش الواحد يقدر يفتخر بنفسه خاصو يعرف الاصول ديالو منين جايين. دابا شحال من مره انا كنتكلم على الانتربرونوريا وكيقولوا لي هذاك الشيء عندكم في امريكان، نقول لهم لا، هذاك الشيء كان في الاسلام. كيفاش الاسلام تنشر؟ تنشر بالتجاره. المهنه اللي احسن مهنه اللي كاينه في الاسلام شنو هي؟ التجاره. سو لا رجعنا لهذيك الغاصين تاع التجاره. نمشيو بعيد، ولكن كيفاش غادي نرجعوا للتجاره والحدود مسدودين ما بين البلدان العربيين؟ الاقل طو التريد اللي كاين في العالم تاع التبادل التجاري، التبادل التجاري كاين مع الدول العربيه، وهذاك الشيء علاش الدول العربيه راجعه قاعده توخر. فيري سمبل، ماشي شي حاجه كومبلكس، اي واحد يقدر يقولها لك. وشنو هو الحل؟ الحل هي التجاره. الدول والناس خاصهم يديروا التجاره بعضياتهم، وكل واحد كيربح مني كيديروا التجاره بعضياتهم. سو احنا كنعلموهم كيفاش يديروا التجاره، كيفاش يديروا بيزنس بلان، كيفاش يقدروا يقنعوا الناس بالفكره ديالهم، كيفاش يهضروا، كيفاش يشوفوا الواحد في العينين، كيفاش يسلموا على الواحد بحراره. سوفت سكيلز، سوفت سكيلز اللي مهمين بزاف في المستقبل. زايد على داك الشيء حنايا كنفرضوا عليهم التلاميذ كلهم اما يبداوا بزنس ديالهم ولا يدخلوا في بزنس مع شي واحد اخر في المدرسه. المعنى ها هما كيديروا كوريكولم بحال الكوريكولم ديال البكالوريا، ها هما كيزيدوا عليها الكوريكولم ديالنا، وزايدا كيخدموا في نفس الوقت في الكامبس. هذا في اي عمر زاد كيف كيف، مفيد تقبلوهم انتوما. حنا كنقبلوهم كيمشيو كيجوزوا عامين معنا، وكيكونوا واحد الحاجه سميتهم اكسترنال اوبورتونيتيز. وعندكم سيستيم واحد ينجح واحد يعاود العام واحد يدوبل واحد؟ ما كاينش. فما ايفالواسيون؟ كاين ايفالواسيون، ولكن نوع الايفالواسيون ديالنا حنا كنديروها في البدايه. صعيب بزاف الواحد يتقبل عندنا، صعيب، لان اي واحد اللي تقبل خاصنا نحكي ثانية خاصنا نكونوا تقريبا نضمنوا، لان هذا الشخص غادي يكمل معنا وغادي يولي في الريزو ديالنا وغادي يوصل معنا. لان لما وصلش معنا احنا ضيعنا هذاك الدري.
لان هذيك الدري ناخذوا واحد اللي غادي يقبل ياخذ الباكالوريا نتاعو وبطل من قرايته وجاي معاك ويجي عندنا وما ينجحش ويعاود يرجع مش لعبه كتسمى تعدينا على هاد الدري لهذا في البروسيس نتاع السيليكسيون راه كناخذوا الوقت ديالنا لان ما بغيناش شي واحد يجي عندنا وزعما ما يستافدش من هذيك الفورماسيون ديالنا معناتها هي فوزيت سور 100% اللي هو باش 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 ينجح ويوصل معاك ما كاينش 100% البيت 99 ما كاينش 99 انا كنكون متماقن لان هذاك الشخص عنده القدره باش يوصل واش فعلا غادي يوصل لا فولونتي زاد ويحب يوصل هذيك حاجه يحب يعني يوصل ولكن اغلب الحمد لله راه التونسيين اللي جاوا عندنا وكملوا 100% وينهم تو الزوز بنات اللي حكيت لي عليهم مين مريم بشير هي دابا بشير ولا بشيخ ما عرفتش البرونسياسيون بخير ما بشير مريم بشير بشير تاعي مستريه ذي اي مستريه مريم بشير هي دابا كدير واحد البروغرام سميتها show me how to teach علمني كيفاش نقري وكانت الفورماسيون ولا وريني كيفاش نقري وكتوري الناس الاساتذه كيفاش يقريو توري في الاساتذه كيفاش يقريو تعمل في دي فورماسيون للتلميذه وتقري في الاساتذه كتقري كل شيء كيفاش لان عندها رغبه في داك الشيء واحد اللي شي حاجه عزيزه عليه عنده ما يعطيه كيعطيه وهي ما شاء الله عزيز عليها هادشي هي تقبلت في جامعه في امريكان في امريكا وخدات عام بلون باش دير هادشي خذيت اون اني بلونش باش تعمل فورماسيون باش تمشي تقري لسيف باش دير داكشي اللي عزيز عليها لان الواحد خاصو ياخذ الوقت ديالو قبل لان الجامعه دائما كاينه موجوده على طول المهم العمر يحكم زيد خطره صغيره مازال تنجم وهي اللي اقترحت دير هادشي وكنت كنتكلم مع واحد السيده هاد النهار في تونس عليها كلهم كيقولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والبنية الأخرى اللي من تونس أوكي كاين بزاف شيء واحد ولا جوج كاين إيمان حداد هي من أول وحدة تونسية اللي تخرجت من ألا خدت منحة كاملة لNYU أبو ظبي ديال 95,000 دولار في العام واو دابا هي تخرجت هاد العام ودابا خدامة عندك لينا سعادة أختها تقبلت هاد العام عندنا هي تقبلت البراون يونيفرسيتي ايفي ليج يونيفرسيتي تاع هي عندنا برشا 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 هي كتعرف السميات ديالهم باش ما تقتلش السميات ديالهم هي تقدر تقول لك السميات ديالهم تخي بيان هذا فقط حتى نعطي ليكزامبل بالنسبه اللي يسمعوا فينا العمار نتاع الشباب اللي نجم يشارك في الفورماسيون الا هذه ما بين 15 و19 ما بين 15 و19 15 و19 ماذا بكم باش يعدي الباك نتاعكم يعني باش يتهزي مهما يكون معناتها كان يكون دوزيام ولا تخوازيام ولا بروميير اني في الليسي ما يهمش المفيد معناتها كي باش يمشي للافريكان ليدرشيب اكاديمي باش يقرا عندهم يعني ما يهمش عمره قداش المفيد ما بين 15 و19 سنه وانا حاليا انا كنفضل دابا نفضل الدراري اللي غادي ياخذوا البكالوريا ديالهم هذا العام ماذا بيك يكونوا سنين شيخ بالبنك علاش انا نفضلهم يكونوا خدوا البكالوريا ديالهم لان الا خدوا البكالوريا ديالهم عندهم البكالوريا التونسيه في جيبهم ولا بغاو يخدموا الدوله ولا زعما المستقبل كلها مفتوحه لهم لان انا شنو بغيت لهاد الدراري بغيت لهم حاجات مزيانين في الحياه ديالهم شحال ما عندهم شحال ما مزيان ومني كيجيو عندنا بحال كيجيو الكلاس بريبا ان بلوس سو ملي كيكملوا معنا كيمشيو كيدخلوا الجامعه ومني كيدخلوا الجامعه زعما كيقبطوا الجامعه وكيستافدوا دونك كيفاش الانسكريبسيون سهله الاحسن حاجه اللي خاص اللي يديروا ما يتيقوش في اي حاجه اللي انا قلت دابا ما يتيقونيش لا ما بغيتهمش بغيتهم يمشيو ما يتيقوش فيك لا ما عندهملاش يمشيو لفيسبوك North Space African Leadership Academy يزيدوني كصديق وما يتكلموش معايا يتكلموا مع التونسيين اللي كاينين في الفريند ليست اي تونسي شفتو باست ALA student صيفط ليه مساج هضر معاهم سولهم شنو داروا شنو نتوما ديرتو هضر معاهم مباشره في الفيسبوك داكو وهم يقدروا يجاوبوا قبل ما نختموا الحصه مازالوا 4 دقائق دونك باش نحكيوا على الفورماسيون اللي عندك مضيف ساعه اي باش نقول ثم لي اكاديمي برشا مي يمكن افريكا ليدرشيب اكاديمي سي تون اكاديمي اللي هي البيوت نتاعها لافريك معناها اللي باش يمشيو بعد كي باش يرجعوا يخدموا لافريك باش يرجعوا يخدموا بلادهم معناها مش باش يجيو عامين بعد يمشيو لامريكا اي سي ان ديتاي تري امبورطون اللي هو باش تمشيو عامين وترجعوا مش باش تاخذوا غادي على طول دونك
انت كي باش تمشي غادي باش تعمل عامين. الحاجه الامبورطونت هي الليدرشيب اللي احنا يمكن ما عندناش لهنا واللي هي ماهيش البيوت نتاع اي اكاديمي. الليدرشيب حاجه ما نلقاوهاش في اي اكاديمي كيما قلت لك، وهي باش تسهل لك تنجم تقول القرايه اللي باش تقراها في اي باش تسهل لك لاكسي لي غراند يونيفرسيتي امريكان. باه دونك جو المحور الاخراني في بالنسبه للافريكا ليدرشيب اكاديمي، حكينا على الانزايتشا برايس، حكينا على الفورماسيون ا ال ا، ثم فورماسيون ثالثه كاين احنا دابا كنقلبوا ان دابا في الافريكان ليدرشيب اكاديمي عندنا الاساتذه من العالم كله، من امريكا، من كندا، من نيجيريا، من اثيوبيا، من جنوب افريقيا. احنا بغينا اساتذه من تونس، بغينا اساتذه من المغرب، بغينا اساتذه. دونك هذايا ابيل للاساتذه اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يخدموا في الافريكان ليدرشيب اكاديمي، وايضا في الافريكان ليدرشيب يونيفرسيتي. ان حلينا جامعه في الايل ديال موريس، وهاد الجامعه كنقلبوا على اساتذه من دول ديال الافريكتونو. شنو البروفيل نتاع الاساتذه؟ شنو تحبوا؟ اساتذه كلهم بغينا، من الواحد اللي بحا تخرج من مدرسه كاستاذ كفيلو كتسمى ما عندوش اكسبيرينس، كندخلهم كفيلو كتسمى فيلو بوزيشن، وتا هذوك اللي عندهم دكتوراه اللي هما هيد اوف ديبارتمنت، هذوك يقدروا يجيو يخدموا معنا في الجامعه ديالنا. وشنو معناتها الاساتذه نتاع شنو تحبوا يقريو؟ شنو ما كيحب اللي يجي اللي يحب، لان احنا كنتقوا ان الواحد خاص يولي داكشي اللي كيبغي، خاص لان كيعطي ملي كيبغي هذاك الشيء اللي كيدير. سو نعطيك مثال، عندك دابا استاذ ديال الماط ولكن ما كيحبش الماط، خدا الدكتوراه ديالو في الماط ولكن كيحب الموسيقى. حنا بغينا يجي عندنا يقري الموسيقى، ماشي يقري الماط. خدا الدكتوراه ديالو في الماط يجي عندنا يقري الموسيقى. فين كيفاش يبعثوا لكم الاساتذه اللي يحبوا يقريو؟ هذه يصيفطوا لي ايميل بالسي في ديالهم وصافي. وانت اللي تنظر في الملفات هذه مبدئيا؟ اسمح لي، انت اللي تنظر في الملفات مبدئيا؟ لا، انا نسفتهم الاتش ار ديبارتمنت. عندنا الريسبونسابل ديال هيومن ريسورسز ديال اي ال يو، وعندنا الريسبونسابل ديال هيومن ريسورسز ديال اي ال اي. حنا حاليا غادي نديروا واحد الاجتماع في الدار البيضاء، وانا من اسباب اللي جيت لتونس باش نتكلم مع الاساتذه باش نديروا اجتماع حتى في تونس ولا في السوسه ولا في مونستير، وباش يمشيو يقريو في جوهانسبورغ. في جوهانسبورغ وفي الايل ديال موريس، في ليزيل موريس. ليزيل موريس زعما الجامعه في ليزيل موريس، والاي ال اي راها في جنوب افريقيا. تري بيان، دونك هذا ابيل بالنسبه للاساتذه اللي مازالوا ما لقاوش خدمه واللي يحبوا يخدموا يحبوا يعطيو في الحاجه اللي هما يحبوها. كيما قال لك اذا كان فما بروف نتاع مات يحب الموسيقى راه باش يديو يقري موسيقى ما يقريش مات. دونك بالنسبه لهم الافريكان ليدرشيب اكاديمي هو اعمل شنو انت تحب، مش شنو علموك امك وبوك ولا شنو قررتك الدوله. يلزمك تنفذ الحاجه اللي انت تحبها. هما حاجتهم باساتذه من تونس، الافريكان ليدرشيب اكاديمي اذا كانكم اساتذه وتحبوا تقريوا باش يهزوا اساتذه يقريوا في جوهانسبورغ والا في ليزيل موريس، في اي اختصاص في اي مستوى. اللي ما عندوش تجربه حتى نهار تدريس واللي مقري 20 عام كيف يقبلوا الناس الكل مبدئيا باش ياخذوا لي سي في، ومن بعدك بالطبيعه يصير الكونكور سور دوسيي. دونك باش تدخلوا على www. عنوان الموقع African Leadership Academy كاملة .org. فوالا www.africanleadershipacademy.org. ريم جست اخر حاجه نحب نقول كو اي واحد يسمع فينا والعمر هذا في العمر بين 15 و 19 الى سي ميم سي ما وصلش كيفي اني سي سور كو باش يتعلم، خاطر الحاجه اللي وصلتها اني تعلمت منها كي خرجت من غادي. فما حاجات حسيتهم تبدلوا من داخل، حسيت فما زاده فما حاجات عرفتهم في روحي. العبيد اللي عرفتهم لي كونتاكت هذوكم حس باش يقعدوا لك باش تتعلم منهم باش يعلموك. دونك ما اي كونفيونس معناها ما جرب ما تخافش اكسبيرينس طياره على الاخر. عندي شكون في العيال معناها سي بون حاجه ناجحه ونشجعكم على الاخر. سيرين قمره شكرا لك على الحضور، بون كوراج الفورماسيون على ان شاء الله تكون من ناجحين السنه. مهدي اميح مدير الافريكان ليدرشيب اكاديمي على شرق افريقيا شمال افريقيا عفوا، شكرا لك على الحضور. شكرا لك، يعيشك ان شاء الله ما تعبنيكش برشا في الرحله هذه من كذا لتونس. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا هذا المساء في حصه خاصه من برنامج شؤون جامعيه للحديث على الافريكان ليدرشيب اكاديمي. اكثر تفاصيل تلقاوها على www.africanleadershipacademy.org. في الختام ريم الهيني تسلم عليكم تقول لكم ليلتكم زينه.